السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية ونتحدث عن بعض الإنشاءات الهندسية. أنت قلت لي يا فندم، طبعا إحنا قلنا في حاجة اسمها الصحارة، ايوه طب هي تمام. الصحارة عبارة عن إيه سيادتك يا فندم؟ الصحارة ده عبارة عن منشأ خرساني بعدنا بمنشأ ممر مائي من تحت ممر مائي. طب إحنا الوقت ده مصرف المنصورة أو الممتد لمينية صندوق، ما هو مية مصرف بتمر تحت نهر النيل. من تحت طريق بنعديها هنا، يعني هي عدت من تحت نهر النيل ومن تحت طريق، تسمى ايه سيادتك؟ عدى من تحت طريق دوت هنا في المنطقه دي اسمه بوكس سيكشن، بنسميه بربخ في المنطقه ديت، بتسميه بربخ. يسمى بربخ، يعني دي سيادتك بربخ. في المنطقه دي هنا بربخ. في المنطقه، طب هو سيادتك ما هو عدى من تحت النيل. في دي اسمها صحاره، عدي يعني هو ممر مائي من تحت ممر مائي اسمه صحاره. ممر مائي من تحت ممر مائي صحارة. صحارة. تمام. أما هنا ممر مائي من تحت طريق يسمى بربخ. جميل. يبقى احنا يا اذا الممر ده له هو مكون جزئين، صحارة وبربخ. يعتبر جزئين في بعض. تحت الطريق يعتبر بربخ، اسمه بربخ. ده أصل معلومة جميلة. يعني هو ممر مائي تحت طريق يسمى بربخ. جميل. يعني على فكرة معلومة لمن يريد يعني. اما ممر مائي تحت ممر مائي ايا كان صحارة. يسمى صحارة. وده طبعا اللي هي في الاقل في، يعني سيادتك لو ممر ميه حلوه تحت ميه وحشه، لا لا اللي تحت هتبقى المصرف، فوق الميه ايه الماء العذبه، ده يبقى صحارة. اللي تحت هتبقى المصرف. تمام. يعني الصحارة هي الميه الحلوه فوق واللي تمر تحتها المصرف، ده الصحارة. اما البربخ هو ممر مائي تحت طريق، والغرض برضه عشان لو حصل تسريب مثلا ما يبقاش ايه اللي فوق المصرف وتحت ميه عذبه هيسرب على اللي تحت. لا تمام تمام، لو حصل تسريب للامان يبقى تمام تمام. واحنا هنا في تجهيزات جميله هي. شكرا يا فندم. امتداد حيطان المخرج. تمام تمام، امتداد حيطان المخرج. نشكركم، نشكر يا فندم، شكرا.